كما وقع لأم سلمة رضي الله عنها. روى مسلم في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد المسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. أم سلمة هي تقص الحديث، هي تروي الحديث، قالت: فلما مات أبو سلمة، هي الآن تريد أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، تقول هي: فقلت: من خير من أبي سلمة؟ أنا أقول وأخلف لي خيرا منها، شكون؟ من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قلتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت. قالت: قلتها. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أخلف لي خيرا منها، فأخلفها الله لها خيرا من تلك من مصيبتها.